ساند عيسى الى لابا، لابا نزلها بيلعب لك كره جوانكا في مكان سفيان. يا رب المناسبات الكبيره تفرض نفسها والكبار ايضا يفعلون ذلك، يفعلون ذلك. سفيان رحيمي كبير يفرض نفسه في قلوب العينويه ويودعهم عامهم ويودعهم في نهايه العام قبل ان يذهب لمنتخب بلاده بهدف التقدم من راس لابا الى راس جوانكو الى راس الصداره العينويه في هذا الموسم. سفيان رحيمي هذه كرة الرؤوس الكبيرة، الهجوم الثلاثي والاحتجاج البرتقالي. انظر إلى الكرة، خالد يرسل لك كرة عالية، لابا كوجو برأسه بإمكانه أن يحولها إلى فرصة حقيقية. رحيمي